السلام عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لفرض المرحلة الأولى، الفرض الأول في الدورة الأولى، مادة اللغة العربية للمستوى الأول. كالعادة ستجدون صورة هذا الفرض بصيغة PDF في صندوق الوصف. إذا نبدأ على بركة الله. أقرأ ثم ألون الكلمة التي يوجد فيها حرف الميم أو الراء. أقرأ ثم ألون الكلمة التي يوجد فيها ميم أو راء. إذن سافر، سافر. إذن ماذا يوجد؟ يوجد الراء، راء، سافر حرف الراء. إذن نقوم بتلوين الكلمة. صفر، صفر. إذن حرف الراء. رامي، رامي. لدينا حرف الراء والميم معا. إذن المطلوب تلوين كلمة فيها الميم أو الراء. إذن سنقوم بتلوين الكلمة. رامي، دي 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 دي. هل لنا حرف الراء أو الميم؟ لا، لا نرى. حكاية، ليس هنالك حرف الراء أو الميم. مراد، مراد. لدينا حرف الميم وحرف الراء. مداد. إذا ماذا نرى؟ نرى حرف الميم، مداد. سلالم، سلالم. أيضا لدينا حرف الميم. صبورة، صبورة. الراء حرف الراء. صور، صور. أيضا حرف الراء. إذن كما هو مطلوب في السؤال نلون الكلمات التي بها حرف الميم أو حرف الراء أو هما معا، ككلمة رامي. بلابل، ليس هنالك حرف الميم أو حرف الراء. سامي، سامي. إذن حرف الميم. صوص، لا نرى حرف الراء أو الميم. كلب كذلك. صبر، إذن صوت الراء أو حرف الراء. إذن الكلمات التي فيها يوجد فيها حرف الميم أو الراء أو هما معا: سافر، صفر، رامي، مراد، مداد، سلالم، صبورة، صور، سامي، صبر. لأن التمرين رقم 2. أقرأ ثم أجزئ كل كلمة إلى مقاطع كما في المثال. إذا سنقوم بتجزئ الكلمات إلى مقاطع. سافر، إذا سا مقطع، فا مقطع، را مقطع. رامي، را مقطع. مي مقطع. مديد، ما مقطع. دي مقطع. دن مقطع.
داري دا مقطع ري مقطع دور دو مقطع رن مقطع برد بر بر مقطع دن مقطع إذن رامي رامي مديد مديد داري داري دور دور برد برد. التمرين رقم 3 أقرأ ثم أكتب عدد الحروف الميم الباء أو الدال. إذن نقرأ سارة مال مديد فول دور بلبل فم مرمى سلام مدرب. إذا سنحسب عدد مقاطع الميم بداية. إذن 1 2 3 4 5 6 7. إذن عدد مقاطع حرف الميم هي 7. الدال 1 2 3 4. أما بالنسبة لمقاطع الراء 1 2 3 4. أربطوا كل كلمة بالصورة المناسبة. إذن الكلمة الأولى ممر صف مدرس. إذن الصورة الأولى تعبر عن مدرس. إذن الصورة الثانية تعبر عن التلاميذ في الصف. إذن صف ننتقل للكتابة. إذن نكتب مع احترام مقياس الحروف دي دي سو من صن رن مديد النقل دار رامي أمام داري دار رامي أمام داري دار رامي أمام داري زار مراد دار ماما زار مراد دار ماما. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم.
أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.